السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وردنا الآن أعزائي المشاهدين خبر جد صادم، حيث أصبح رياض محرز حديث الصحافة الإنجليزية، وكما عنونت جريدة دوت الصن أن وجود النجم الجزائري رياض محرز في مطعم إيطالي لأكثر من 5 ساعات يثير جميع التساؤلات. وحيث نشرت الصحافة الإنجليزية وعلى ذمتها ذا الصن وذا جوارديان تقرير تؤكد فيه أن رياض محرز تعرض لمخالفة من طرف الشرطة بسبب ركنه لسيارته في غير المكان المخصص لها. طبعا أخذ مخالفة لأنه ركن سيارته في مكان مخالف لقوانين الشرطة. أبدى الإنجليزيون تفاجؤهم بهذه المدة التي بقي فيها رياض محرز في المطعم سان كارلو الإيطالي لمدة 5 ساعات، حيث بات لأكثر كما قلت لكم 5 ساعات داخل المطعم الإيطالي، وهو الذي أثار العديد من التساؤلات وأثار أيضا العديد من الشائعات. فالبعض راح يتحدث عن مفاوضات مع إدارة نابولي التي تريد ضمه في صفقة تاريخية للنادي في هذا الميركاتو الصيفي. طبعا الصحافة الإنجليزية هاجمت رياض محرز بكل شراسة لهذه المخالفة التي أخذها، وبالطبع لمكوثه ل5 ساعات متتالية في هذا النادي في هذا المطعم الإيطالي عفوا. أنا أعتقد أنه كان مع زوجته ليتناول الطعام فقط، ولكن كما تعرفون أن الصحافة تكبر المواضيع وتضخمها وكذا وكذا. وأنا أعتقد أن رياض محرز إذا أراد أن يتفاوض مع إدارة نابولي كما صرحت جريدة الصن وصرح العديد والعديد من الصفحات الإنجليزية كما شاهدتها أنا بأم عيني، فبالطبع إذا أراد الانتقال سينتقل طبعا بكل روح رياضية وبكل يجلب الصحافة إليه ويقول أنني سأنتقل. لماذا يختفي 5 ساعات في مطعم وكذا وكذا؟ رياض محرز لا يحتاج إلى هذه السرية لكي ينتقل من نادي إلى آخر. طبعا كلنا نعرف رياض محرز أنه جزائري وعنده النيف. طبعا لماذا لماذا؟ طبعا أنا أعتقد أن هذه الأخبار وهذه المخالفة، طبعا مخالفة كلنا نأخذ مخالفات، لكن مكثه ل5 ساعات هذا لا هنا لا يتدخل أي أحد، لأنه يعيش حياته الشخصية طبعا. فما بالك إذا كان مع زوجته يتناول الطعام والصحافة في الخارج تصوره؟ طبعا هنا ستصبح كارثة. طبعا نتمنى من رياض محرز أن يتفهم موضوع هذا، وأتمنى أن يخرج ما في قلبه للصحافة الإنجليزية ويخبرهم لماذا كان هناك لمدة 5 ساعات. وأنا أعتقد بكل ثقة أنه كان مع أحد أصدقائه أو كان مع زوجته، أنا لا أعلم شخصيا، ولكن إذا أراد كما قلت لكم التعاقد مع نابولي سيصرحه للعلن لأنه جزائري، وكما نحن الجزائريون نعرف هذه عقلية الجزائريين. طبعا رياض محرز إذا أراد أن ينتقل لن يخفي هذا سرا، بل يجعلها علنا، وبالإضافة إلى كل التهميش الذي تعرض له قلبه محروق من الداخل، يصرحها علنا وليس سرية. وطبعا هنا ينتهي أعزائي المشاهدين هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد. وطبعا أصدقائي نقطة مهمة، أرجو منكم أعزائي المشاهدين أن تنشروا هذا المقطع إلى أبعد مكان، ونتمنى أن نلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.